ديال المجهود ديال واحد العمل ديال هذه تقريبا 9 سنين ولا 10 سنين من بعد ما كان امين في واحد الوضعيه جد صعبه، ما كانش كينطق، ما كانش كيتواصل بصفه نهائيه مع المجتمع، كثير الحركه، افراط في الحركه كثيره، ولكن مع ذلك شغلنا معه هنايا داخل جمعيه احياء الاطفال التوحديين بالفضل ديال الاخصائيين اللي كانوا في راديوم والفضل ديال الاطر التربويه الكاملين، وكانت دائما عندنا اهداف مسطره اللي كنشتغلوا عليها، والحمد لله حتى تمكنا على انه التعديل ديال السلوك ديالو وانه تم الانضباط ديالو، وبالتالي توفقنا على انه ندمجوه دم شامل في المؤسسه التعليميه، لان هذاك هو المسار الحقيقي ديال كل طفل هو المدرسه. ولكني لست بغريب، وعودتي عما قريب. شكرا. بالنسبه للمشاركه ديالي انا كنت شارك باش نوصلوا الرساله للناس، هي يصبروا على الاولاد ديالهم التوحديين ويكونوا قدوه ديك الرساله في هذا المجتمع هذا. كنت في لقاء مع احمد حلمي، شنو هي الكلام اللي دار بينك وبينه؟ كنا كنهضروا على ديك الرسالة اللي كنت أنا باغي نوصلها ونشرها للمجتمع، وبغيتهم ينشروها بعضهم. أنت عضو في المجلس الجامعي للطفل وعضو كذلك في برلمان الطفل. نعم. كيفاش كتشوف الدور ديال سواء المجلس الجامعي للطفل أو برلمان الطفل في الخدمة ديال قضايا الأطفال التوحديين؟ هذا الشيء كيساعد على أني نوصل أكثر ديك الرسالة ونبرهن علاش انا باغي نوصل. كنشكر الجامعه على المجهودات اللي كانوا قدموها معايا، بخصوص العائله ديالي كان عندها سبب كبير فاش وصلتني لهذا الشيء اللي وصلت له دابا. الاباء والامهات اللي عندهم هذه الحاله هذه ما ياسوش يبداو داك الشيء المسائل من الصغر ديالهم، ربي ما غيحشمهمش. اللهم بارك. الحمد لله انا دابا فرحان بواحد النسبه كبيره، كيمشي للمدرسه لراسو، كيمشي يتسخر لي مثلا يمشي للسوق. انا كنشكر هذه المرافقات وهذه المربيات من المقدامين ومجدادين، كيف كانوا الحاله ديالهم وكيف كيوقفوا مع الوليدات وكيف كانوا كيخدموا معاهم المستقبل ديالو. انا طول نبقى الحمد لله واقف على رجلي، انا نتبع بني، ولكن الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء وهو اللي غيسر له الطريق ديالو. الحمد لله. يعني بالنسبه للحاله ديال امين، من الحالات اللي كان عندها حظ انها تشخصت بشكل مبكر، كل ما كان بشكل مبكر كل ما كان فرصه افضل للتحسن ديال 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 الاطفال. امين المريمر هو طفل اللي بدينا معاه على جد عامين ونص، كانت حاله ديال رفض من طرف المدرسه، كانت حاله ديال غوتار دو لونغاج، ليبر اكتيفيتي، لاغريسيفيتي، يعني لي ستيريوتيب، لو روغار كان دائما فيه مشكل. حاولنا ما امكن بالتنسيق مع الاطر الاخصائيه ديال جمعيه يحيى من اجل وضع برنامج متكامل للطفل هذا، كيستافد من واحد المجموعه ديال الحصص سواء في العلاج الوظيفي، في تقويم النطق، في تربيه النفس الحركيه، اضافه ان كان بمربيه مرافقه داخل المؤسسات التعليميه. الحمد لله بعد ما كان تلقى اولى الخطوات ديالو التدريبيه داخل الجمعيه، بدا الموهبه ديال الطفل امين بدات كتنمى، انه كيعجبو دائما الظهور في انشطه. بدينا حنايا كنحاولوا ما امكن ان نديروا انشطه ادابتي لهذا الوليد باش يحاول ما امكن يطور هذيك الموهبه، سواء ديال الالقاء سواء ديال التعبير. هذه مساله اللي حاولنا ما امكن ننميوها في الصغر ديالو. باش وصلنا للبرنامج ديال ليزبيك ستار، صحيح ان كانت 15000 مشارك اللي خصنا ناكدوا عليها، ما كانتش سهله، من اطفال اللي هما بين قوسين عاديين، يعني ما كانش ذوي اعاقه او اطفال في وضعيه اعاقه. شارك امين كتحدي اول، كان المشاركه في الدار البيضاء في الكاستينج الاول، من بعد دازوا مراحل اخرى اللي هي اقصائيه، الحمد لله من على الصعيد الوطني على الصعيد المغرب العربي، استطاع انه يبرز الموهبه ديالو وانتقل للعروض النهائيه
اللي تبتسموا على قناه الام بي سي. ان كاين واحد الانعكاس اللي هو جد جد مهم بالنسبه للامين، اللي لاحظتوا غير في لوغار ديالو، في الابتسامه ديالو، في الفخر والاعتزاز بداتو. صحيح ان المرور ديالو في ام بي سي دار واحد الضجه اعلاميه كبيره على المستوى العربي، راه قنوات كثيره اللي كانوا تحدثوا على الموهبه ديال الطفل امين المريمر. صحيح اننا استطعنا اننا نبينوا بان الاطفال التوحديين لديهم مواهب، الاطفال التوحديين فقط يجب ان نؤمن باختلافهم، نؤمن بقدراتهم، نؤمن بان علاجهم هو منا، يعني من المجتمع. رساله اللي هي كبيره، توحدي انا مختلف مثلك، الا تقبلنا هذه الرساله اكيد اننا غادي نوصلوا لهذا الاطفال البر الامان، لان تقبله في اختلافه يعني انني متواصل معك. الرفض كيتجلى بالدرجه الاولى في القبول ديال المجتمع لهاد الاطفال، بالتالي الا قبلناهم غنكونوا نصف العلاج اننا بدينا كنحقوه. شكرا شكرا شكرا, 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 شكرا.